رئيس الوزراء يفتتح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. طقس سيء على معظم أنحاء الجمهورية والحكومة تنفي تعطيل الدراسة في مدارس وجامعات القاهرة الكبرى غدا. وزير الخارجية سامح شكري يشارك في أعمال الدورة 17 لقمة الأمن الإقليمي حوار المنامة. الثامنة تماما هنا في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. هذه بانوراما جديدة لأهم وآخر المستجدات سواء على الساحة السياسية الاقتصادية والرياضية، ونبدأ معكم بالسياسة. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتاح قاعة الموسيقى والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة بحفل يحيي الموسيقار العالمي ريكاردو موتي. وقد أكد مدبولي أن التواجد اليوم لافتتاح هذا الصرح الفني العملاق بمشاركة موسيقار عالمي بهذا الحجم يعكس جوهر هذا المشروع الحضاري الذي يحظى برعاية فائقة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه رسالة واضحة أن مصر ستظل منارة للفنون والإبداع في محيطها الإقليمي والدائرة العالمية. نفى مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن قرار من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة غدا الأحد في جميع مدارس وجامعات محافظات القاهرة الكبرى لسوء الأحوال الجوية. وقد شدد المجلس على مسؤولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقا لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية، مهيبا بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية. تشهد محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حتى تنخفض الحرارة وتستمر سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مناطق متفرقة. مع حلول موسم الأمطار شهدت مصر موجة طقس سيء ضربت المحافظات خاصة الساحلية منها. فوسط تحذيرات خبراء الأرصاد شهدت عدة محافظات تدفق للخلايا الرعدية على طول السواحل الشمالية خاصة الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا. ضربت أمطار غزيرة صاحبها رعد وبرق وانخفاض في درجات الحرارة، كما تلبدت سماء عروس المتوسط بالغيوم. وشهدت محافظة البحيرة سقوط أمطار غزيرة صاحبها برق شديد وأصوات رعد عنيفة، في حين شهدت محافظة مطروح أمطارا غزيرة تواصلت لساعات وامتدت على سواحل مدينة سيدي عبد الرحمن حتى مدينة الحمام. وتسببت الأمطار كذلك في محافظة كفر الشيخ عن قطع الكهرباء عن عدة مناطق متعددة من مدينة دسوق. من جانبهم قرر محافظو المدن الساحلية تعطيل الدراسة ليوم السبت بصفة مبدئية نظرا للظروف الجوية بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين، في حين قررت إدارة موانئ الصيد إغلاق عدد من مرافئها أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط، وذلك لليوم الثالث على التوالي نظرا لارتفاع الأمواج وشدة الرياح. ووسط توقعات للأرصاد باستمرار الأمطار خلال اليومين القادمين، وجه وزير التنمية المحلية والمسؤولون المعنيون بالطقس وجهوا برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في عدد من المحافظات لمواجهة أي أحداث قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.
وصلت صباح اليوم قوافل مؤسسة حياة كريمة المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة أسوان، وذلك لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات العينية على المواطنين المتضررين جراء موجة الطقس السيء التي تعرضت لها المحافظة مؤخرا. يذكر أن المؤسسة كانت قد قدمت العديد من المبادرات، كما أطلقت العديد من القوافل بمختلف المحافظات، وذلك إيمانا منها بأهمية المشاركة المجتمعية وتأكيدا على دور مؤسسات المجتمع المدني في وقت الأزمات. أكدت وزارة الموارد المائية والري أن المشروع القومي لتأهيل الترع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لخدمة المنظومة المائية. كما أفادت الوزارة أن الإعداد للمشروع استغرق 3 سنوات ويتم تنفيذه تحت إشراف المعاهد البحثية والقطاعات الفنية للوزارة. هذا ما كانت عليه المجاري المائية في عموم مصر، مشهد عملت الدولة المصرية على أن يكون من الماضي. ومن أجل ذلك أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي الذي انطلق منتصف عام 2020 في مرحلته الأولى في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصرية حياة كريمة. بالتزامن تتواصل حملات التشكيك في المشروع الذي لم يتوقف منذ إطلاقه سعيا للاستفادة من كل قطرة مياه. مشروع تبطين الترع لمن يشكك يحضر على أرض الواقع ينظر إلى ما يتم تنفيذه من إنجازات يحلم بها المواطن من حياة كريمة لكل الناس، من المنظر الموجود على الطبيعة للفلاح اللي بيتم توفير مياه له، عدالة التوزيع اللي بتتم للفلاح، سهولة وصول المياه. بالنسبة لوزارة الري تقليل كمية المياه المستخدمة للترع، يجي يبص هنا يشوف ايه اللي بيتم على ارض الواقع عشان يحس بمدى اهمية هذا المشروع. الفلاحون ملح الارض واصحابها تفاعلوا مع المشروع الذي يرون انه يوفر لهم المياه بسهولة بعد معاناة في وصولها خاصة في نهايات الترع. الوقت ده بقت 100 100، الحمد لله فضل من ربنا، والترع بقت سفيرت 100 100، ومواسير عملناها نهاية الري، عملناها مواسير والدنيا بقت كويسة الحمد لله، وعملنا بيار هنا في الترع هنا اهيت والدنيا كويسة. الحل عاوز رقابة على 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 المشروع ده. ده عاوز رقابة. النبي يستبق كده اهو، مش هتلف هذه سنة واحدة وهتلاقي تردم تاني. ولا تقتصر الاستفادة من المشروع على المزارعين والحفاظ على المياه، بل امتد للتشغيل، فهو يوفر فرص عمل كثيرة من كل المحافظات. كنا لاقيين شغل شغالين حاليا دلوقتي يا باشا، والحمد لله، وبنشكر المسؤول ان هو عن الترع دي ان احنا شغالين وموفر لنا طريقة شغل كبيرة، وطبعا الرجالة شغالة كلها من كفر الشيخ. متجازي معاكم عشان تتغربوا؟ ايوه طبعا طبعا، هو متجازي معانا طبعا الحمد لله رب العالمين، وطبعا يعني ارزاق للناس ديت والحمد لله متوفره والحمد لله. وتستهدف المرحله الاولى للمشروع تنفيذ نحو 7000 كيلومتر بتكلفه تقدر بنحو 20 مليار جنيه، تنتهي منتصف عام 2022، وتم الانتهاء من نحو 3300 كيلومترا بمعدل تنفيذ يومي يتجاوز 12 كيلومترا. ورغم المحاولات المستمرة للتشكيك في المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، يتواصل العمل والإنجاز في مشروع لم يأتي من فراغ بحسب مسؤول وزارة الري، بل خرج إلى النور نتيجة لدراسة علمية تستشرف احتياجات المستقبل وتستهدف التوزيع العادل من المياه، مع توقعات بتراجع حصة الفرد منها مع الزيادة المستمرة في عدد السكان وأزمات مائية تحاصر العالم أجمع. من ترعة قها بالقليوبية، محمود العزالي، النيل. عودة بحضراتكم مرة أخرى للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتاح قاعة الموسيقى والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد حيا الموسيقار العالمي ريكاردو موتي هذا الحفل. معانا للمزيد من المتابعة وينضم إلينا من العاصمة الإدارية أحمد ممدوح مراسل النيل. أحمد، حدثنا، أوصف لنا الأجواء الاحتفالية بافتتاح قاعة الموسيقى والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع وجود طبعا الموسيقار العالمي ريكاردو موتي. تفضل. نعم، أتحدث إليكم الآن من
الثقافة والعلوم الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة. هذه المدينة التي تعد صرحا ثقافيا جديدا ينطلق في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وتعد من أكبر مدن الثقافة والفنون في منطقة الشرق الأوسط، والمقامة على مساحة 128 فدان، وبتشمل 47 مبنى أساسي، القاعات الرئيسية داخل الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتسع ل 1600 كرسي. أيضا هناك قاعات للدراما والموسيقى والغناء هنا داخل مدينة الفنون للثقافة والفنون داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة. كما نشاهد يعني أحدث مدينة تم إنشائها في منطقة الشرق الأوسط طبقا لأحدث الإمكانيات والأجهزة العالمية، لكي تقدم فن راقي بيضم ألوان الفنون والموسيقى العالمية. أيضا هناك ثلاث قاعات لمدينة الثقافة والفنون هنا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، قاعات للدراما تسع ل 1200 كرسي، وأيضا قاعات للموسيقى، وقاعات أيضا للسيرك العالمي، هناك فرق عالمية أيضا ستشارك أيضا داخل مدينة الثقافة والعلوم، وبتقدم جميع عنوان الفنون العالمية والفنون الجادة والراقية. يمكن هذا الحدث افتتاح مدينة الثقافة والعلوم والفنون داخل العاصمة الإدارية الجديدة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصيات والدكتور مجدي يعقوب هذا الافتتاح أساسا داخل مدينة الثقافة والفنون. هذه المدينة التي تعد شعاعا تنويريا بتقدم جميع أنواع الفنون الجادة العالمية. هناك أيضا متحف لعواصم مصر بيجسد أيضا هذه العواصم وأصالتها وتاريخها أيضا داخل هذه المدينة. هناك متحف للشمع أيضا داخل مدينة الثقافة والعلوم، مدينة ثقافية متكاملة للفنون والثقافة داخل قلب العاصمة الإدارية الجديدة بيتم افتتاحها، وبتعد أحدث مدينة في منطقة الشرق الأوسط. كما نشاهد يعني هذه المدينة تم تصميمها طبقا لأحدث الأجهزة وأيضا الإمكانيات الفنية العالمية داخل القاعات الرئيسية، مدينة على أحدث طراز عالمي بتقدم جميع أنواع الفنون الراقية. هناك أيضا فرق للسيرك العالمي أيضا بتشمل في القاعة الرئيسية داخل مدينة الثقافة والعلوم. هناك قاعات أيضا لمتحف للشمع أيضا هنا داخل المدينة، وقاعات رئيسية للدراما والموسيقى. نستطيع القول أن هذه المدينة ستعد صرحا ثقافيا جديدا بيقدم جميع أنواع الفنون الراقية العالمية، وأيضا دار الأوبرا المصرية التي ستستضيف أيضا فرق عالمية من جميع أنحاء العالم بتقدم الفنون الموسيقية والغنائية على مسارحها المختلفة وعلى قاعاتها الرئيسية داخل هذه المدينة. مدينة تعد أكبر مدينة في منطقة الشرق الأوسط للثقافة والعلوم، وبتشمل جميع أنواع الفنون الراقية، يعني طراز عالمي طبقا لأحدث الإمكانيات الفنية مقامة، وتصميمها طبعا يخضع لمواصفات عالمية لكي تقدم جميع أنواع الفرق الموسيقية المتاحة. إليك أحمد، بالفعل نحن شهدنا معك بعض اللقطات لهذا المبنى الصرح العملاق في منتهى الحقيقة، يعني الجمال اللي احنا شفناه دلوقتي معك، ولكن دعيني أقول متى ستفتح للجمهور؟ يبدو أن فقدنا أحمد ممدوح مراسل النيل، كنت معنا من العاصمة الإدارية الجديدة، شكرا على هذه المتابعة المستفيدة منك من هناك. ما زلنا نتواصل في هذه النشرة، حيث تنفذ محافظة مطروح أكبر محطة للمعالجة الثلاثية للصرف الصحي بقدرة 60,000 متر مكعب، ومن شأن تلك المحطة القضاء على مشكلة الصرف بالمحافظة بنسبة تتجاوز 95%. 30,000 متر مكعب قابلة للزيادة إلى 60,000 متر مكعب هي الطاقة الإجمالية لأكبر محطة للمعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمحافظة مطروح. الحمد لله الدولة ادت اهتمام كبير جدا بمحطات التحليه في مطروح،
احنا عندنا الحمد لله دلوقتي في محطات تحلية تم تنفيذها في مدينة مطروح، هي محطة الرميلة 1 و2 و3، بطاقة إنتاجية إجمالية حوالي 60,000 متر مكعب يوم. كمان النهاردة الدولة بدأت النهاردة تشرع في إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة مطروح شرق مطروح، محطة طاقتها 65,000 متر مكعب يوم، قبل التوسع حتى 130,000 متر مكعب يوم. دي بتكلفة إجمالية حوالي 1,500,000,000 جنيه. المحطة دي إن شاء الله بإذن الله هتغطي العجز الموجود في مدينة مطروح حتى سنة الهدف اللي احنا مستهدفينها إن شاء الله في التنفيذ. المحطة الجديدة تقضي على مشكلات الصرف الصحي بعد التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تصل إلى 200,000 متر مكعب سنويا. مرسى مطروح اتقسمت الصرف الصحي بتاعها على 3 مراحل. المرحلة الأولى وديت خلصت تقريبا سنة 2005، وبعد كده في مرحلة تانية كانت 2010، وبعد كده المرحلة التالتة اللي احنا موجودين فيها حاليا دلوقتي. ديت بنهو المرحلة التالتة هتبقى ان شاء الله 98% من محافظة مطروح اتغطت بالصرف الصحي. الطاقة هنا 130 لتر على الثانية في اليوم، والمحطة 7/1 240 لتر على الثانية في اليوم، والمحطة بتاعت 7/2 250 لتر على الثانية في اليوم. التكلفة بتاعت المشروع كلي حوالي 450 مليون. ويزور محافظة مطروح فقط خلال فصل الصيف نحو 6 ملايين مواطن، الأمر الذي يتسبب في ضغط كبير على شبكات المياه والصرف. 4 مليارات تم إنفاقها على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، باعتبار أن هذين القطاعين من الأمور الحياتية لأي مواطن، لذا جاءت جهود الدولة والتنمية منصبة على هذين القطاعين. من محافظة مطروح أشرف مبارك، النيل. نظمت جمعية الأرمان المؤتمر التحضيري بحضور العديد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة للإعلان عن إطلاق مبادرة سقي الماء في 5 محافظات في إطار دور الجمعية الرائد في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجا بتوصيل مياه الشرب النقية إلى منازلهم. دعما لجهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية والمبادرات الرئاسية والتي يأتي على رأسها مبادرة حياة كريمة، أطلقت جمعية الأرمان مبادرة سقي الماء للمساهمة في توصيل مياه شرب نقية لمنازل الأسر المحرومة بتكلفة تقدر ب100 مليون جنيه. محافظات الصعيد الحمد لله هي واخدة الجزء الأكبر من المشروعات التنموية ومن جزء من الاستثمار الضخم والإنفاق الحكومي اللي موجود، وفي نفس الوقت واخد برضو الجزء الأكبر من المبادرات الخيرية. بيتعمل بحث دقيق عن طريق الأرمان ومديرية التضامن الاجتماعي وعن طريق المحليات إن البيت ده بيت مظبوط وإن الراجل ده قاعد بيت مظبوط، يملكه 100% غير قادر على إنه يدخل مية، غير قادر على إنه يجيب عداد، مهما تكلف 4000 5000 6000 الأرمان بتعمله مجانا 100%. إن شاء الله تم رصد ما يقرب من 100 مليون جنيه لعدد يمكن 30,000 منزل. تستهدف المبادرة 5 محافظات من محافظات الصعيد، هم الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، بواقع 20 مليون جنيه لكل محافظة لتلبية احتياجات الأسر المحرومة والأولى بالرعاية. توفير المشروعات الصغيرة متناهية الصغر لأهلنا في الصعيد، يمكن احنا عارفين كلنا ان سوهاج الاكثر احتياجا، وبالتالي هي الاكثر دخولا من مجتمعات من منظمات المجتمع المدني في الفتره اللي فاتت، وبتيجي النهارده هذه المبادره في يعني مبادره كبيره بتكلل نجاح منظمات المجتمع المدني في التعاون معنا في خلال الفتره اللي فاتت. لما نتكلم في الصرف الصحي والميه بس، لما نتكلم فيما يزيد على 17 18 مليار جنيه مشاريع بتتم على ارض محافظه اسيوط في اطار المرحله الاولى لمبادره رئيس الجمهوريه حياه كريمه. بشكر الناس اللي هيساهموا معنا بإذن الله تعالى بمبادرتهم سقي الماء، بشكرهم جزيل الشكر. هذا وتهدف المبادرة للارتقاء بالمواطن المصري في محاولة من مؤسسات المجتمع المدني لمد يد العون لمؤسسات الدولة من خلال تبني المبادرات والأنشطة الخيرية. مشروع إنساني لمبادرة سقي الماء يستهدف توفير مياه الشرب النقية لأكبر عدد من منازل المناطق المحرومة والنائية ب5 محافظات من محافظات الصعيد لتوفير حياة كريمة لهم ومستقبل أكثر إشراقا لأولادهم. أحمد سعد الدين، النيل.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6743 قضية تمونية متنوعة، وضبط 1697 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 10249 أرجيلة، إضافة إلى غلق 6493 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 62294 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9101 قضية تمونية متنوعة، من بينها 161 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 14366 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 39 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 578571 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8901 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 2500.5 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 251437 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 37231 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4314 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 232 سائقا منهم. كما تم المرور على 275 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1005 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية سائقين منهم. كما تم فحص 939 حافلة مدارس، تبين مخالفة 40 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 260 سيارة و65 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 24235 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 676 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 82973 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 67,095,715 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 188 قضية، من بينها 99 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط خلالها 341 وحدة فنية متنوعة. كما تم ضبط 89 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 20,000
نسخة مطبوع تعليمي وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 33 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 1,751,392 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2,279 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت 4,119,448,862 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 2,055,603 جنيها. مرحبا بحضراتكم من جديد. شارك وزير الخارجية سامح شكري في أعمال الدورة 17 لقمة الأمن الإقليمي حول المنامة والذي تنظمه وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بمشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية وقيادات المنظمات الإقليمية والدولية خلال الفترة من 19 إلى 21 من نوفمبر. وقد استهل شكري كلمته بتوجيه الشكر لدولة البحرين على تنظيمها الناجح لحوار المنامة، ثم تطرق إلى استعراض الأطر متعددة الأطراف وتطورها وما قامت به من دور في التعاطي مع التحديات التي شهدتها البيئة الإقليمية والدولية. حذر وزير الخارجية سامح شكري من ظهور تحديات حديثة في العالم المعاصر تختلف جذريا مع سابقاتها وتتطلب مراجعة آليات الحوكمة المتوفرة لدى المجتمع الدولي. ولفت شكري خلال مشاركته في جلسة عقدت تحت عنوان تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول ضمن أعمال مؤتمر حوار المنامة، لفت إلى أن نموذج التعددية على الرغم من إحرازه بعض النجاحات أخفق في تحقيق عدد من الأهداف الملحة في المنطقة، منها القضية الفلسطينية وتسوية النزاعات المسلحة ومكافحة تغيرات المناخ، بالإضافة إلى توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف تعزيز سبل تطوير العمل العربي المشترك، وذلك في إطار مذكرة التفاهم والتي وقعها الجانبان مؤخرا. أكد أبو الغيط أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التعاون الخليجي في دعم التعاون بين أعضائه، واعتبر أن دوره يمثل إضافة للعمل العربي المشترك، جاء ذلك على هامش حوار المنامة الذي تستضيفه العاصمة البحرينية خلال الفترة من 19 إلى 21 من نوفمبر الجارية. حذر وزير الدفاع الأمريكي أستن اليوم في المنامة أن الولايات المتحدة قادرة على نشر قوة ساحقة في الشرق الأوسط، مؤكدا أن واشنطن ستنظر في كل الخيارات الضرورية في حال فشل الدبلوماسية في وقف البرنامج النووي الإيراني، مشددا على أن محاربة الإرهاب وحماية الممرات الملاحة من أولويات الأمن في المنطقة. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للمنتدى الأمني الإقليمي حوار المنامة المنعقد حاليا في البحرين بحضور دولي واسع. وسط تحديات إقليمية ودفاعية وأمنية، يواصل المنتدى 17 للأمن الإقليمي حوار المنامة يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي بمشاركة 300 شخصية بارزة من قادة الدبلوماسية والدفاع والأمن القومي وخبراء متخصصين ممثلين لنحو 50 دولة ومنظمة إقليمية ودولية. المنتدى الأمني الأهم الذي جاء تحت عنوان التعددية والشرق الأوسط يركز في جلساته السبع المقررة
أن تجرى على مدار 3 أيام يناقش قضايا الأمنية والفتن التي تشعلها بعض الدول الإقليمية في المنطقة والتي طالت ليبيا وسوريا والعراق واليمن. وقد شدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط ومطالبة إيران بوقف ممارساتها المزعزعة لاستقرار المنطقة. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن استعرض خلال كلمته سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الدفاعية في الشرق الأوسط، وأكد أن بلاده ستواصل دعم الحلفاء في الشرق الأوسط لحماية أمنهم، مشددا على أن محاربة الإرهاب وحماية ممرات الملاحة من أولويات الأمن العالمي في المنطقة. سندافع عن أنفسنا وسندافع عن أصدقائنا وسندافع عن مصالحنا، ويشمل ذلك معالجة الاستخدام الخطير لأنظمة الطائرات المسيرة. إن انتشار الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه يشكل تهديدا دائما للقوات الأمريكية وإعاقة للقتال في الحرب ضد داعش، وكما رأينا في العراق والمملكة العربية السعودية وأماكن أخرى يواجه العديد من شركائنا التهديد نفسه كل يوم. مسؤول الدفاع الأمريكي تعهد في المنتدى بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، علاوة على ضرورة التصدي لنشاطات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة. هناك الكثير من القلق بسبب نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، والدبلوماسية هي الخيار الأول لحل أزمة الملف النووي الإيراني، وإذا لم ترغب إيران في الدبلوماسية فهناك سبل أخرى، وسنعود مع الشركاء لمفاوضات فيينا مع إيران إذا أبدت نوايا حسنة. المؤتمر شدد في مجملها على ضرورة تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عبر الحوار والتفاهم المشترك بين الأمم والثقافات، فضلا عن تسوية الصراعات والتوترات في الشرق الأوسط بالطرق السلمية. ونشرتنا متواصلة مع حضرتكم وفيها ولكن بعد الفاصل. رئيس بيلاروسيا اتهم بولندا بانتهاك حدود بلاده بمواد كيميائية سامة. ما هو قادم أخبار الاقتصاد بصحبة الأمير داود؟ إليك أمير. شكرا جزيلا لك دينا، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها. وزير النقل يعلن اكتمال تنفيذ 88% من الأعمال الإنشائية للبنية التحتية بالمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية. أعلن وزير النقل كامل الوزير أن نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية للبنية التحتية بمحطة مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية 88%، وتم البدء في أعمال المرافق والمباني منذ الأول من شهر نوفمبر. ووجه الوزير خلال تفقده لأعمال المحطة باستمرار التنسيق مع المشغل العالمي خلال كافة مراحل تنفيذ المحطة والعمل على مدار الساعة والالتزام بالخطط الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع. كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن منظومة الرقمنة الحكومية تستهدف تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة تلك المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة الأداء والشفافية. وأشار المركز إلى زيادة المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمي بنسبة 62.8% لتصبح 12 مليارا و700 مليون جنيه في 2020-2021، وأضاف أنه تم إطلاق 94 خدمة حكومية رقمية من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة تستهدف الوصول لأكثر من 300 خدمة بنهاية عام 2022، فيما سجل نحو 3,800,000 مواطن على المنصة.
تعقد وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مؤتمرا صحفيا غدا الأحد بحضور السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا. ويشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لقمة الكوميسا 21 والمقرر عقدها بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل. تأتي القمة بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء بالتجمع وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية سواء من خلال الحضور الفعلي أو المشاركة عبر تقنية الفيديو. أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن مصر وقعت اتفاقيات خلال الأيام الأربعة الأولى من المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2021 المقام في جنوب إفريقيا بقيمة 4 مليارات و800 مليون دولار من إجمالي اتفاقيات وصفقات المعرض. وكشف البنك عن استحواذ مصر على نسبة 32% من إجمالي الاتفاقيات الموقعة، الأمر الذي يؤكد حرصها على توطيد العلاقات وتبادل المصالح المشتركة مع الدول الإفريقية بما تمتلكه من خبرات وإمكانيات. وضم الجناح المصري في معرض التجارة البينية 2021 41 عارضا وسط أكثر من 1000 عارض من دول إفريقية مختلفة مثل الجزائر وتونس وكينيا وغانا ونيجيريا وكوتيفوار وغير ذلك من الدول الأخرى بهدف عقد اتفاقيات لفتح أسواق إفريقية جديدة. أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي أنه تم توفير مخزون استراتيجي من الدقيق المدعم بالمخابز في كافة محافظات الجمهورية التي سوف تتعرض للأمطار ومخزون استراتيجي من السلع يكفي لمدة 3 أشهر. وأشار الوزير إلى المتابعة لحظة بلحظة مخابز الخبز المدعم ومنافذ صرف السلع التموينية بكافة المحافظات التي تتعرض للأمطار. صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عاصم الجزار بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة يبدأ يوم الأحد الموافق 5 من شهر ديسمبر المقبل وحتى 10 من يناير عام 2022 في تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بالتجمع الثالث. وطالب الوزير العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر لإنهاء إجراءات التعاقد. كشف مركز التنمية العالمية في تقرير له أن رأس المال الصيني الإجمالي المستغل في عمليات التنمية في العالم تجاوز 66 مليار دولار أمريكي لتصبح ثاني أكبر مساهم في نظام بنوك التنمية. وكشف المركز عن أن الصين تعد واحدة من أقوى الجهات المانحة في العالم رغم أنها ما زالت تتلقى قروضا ومساعدات أخرى من مؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى أن الصين التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة هي خامس أكبر مانح إجمالي عبر مجموعة وكالات الأمم المتحدة التي تركز على التنمية. نجحت الطروحات العامة الأولية العالمية في تجاوز قيمة 600 مليار دولار لتسجل أفضل أداء خلال هذا العام مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من وباء كورونا وكذلك من طفرة التعامل بالشيكات على بياض والشركات التي تربح من التقييمات المرتفعة. وجمعت حوالي 2850 شركة وشركات استحواذ أكثر من 600 مليار دولار في الاكتتابات العامة الأولية لتتجاوز الرقم القياسي المسجل في عام 2007 موضحة أن مجموعة ريفيان أوتوموتيف تصدرت اطروحات بقيمة ما يقرب من 12 مليار دولار في نيويورك هذا الشهر فيما كان الاكتتاب العام الأولي لشركة الصين للاتصالات تشاينا تيليكوم المحدودة هو الأكبر في أسيا بقيمة 8 مليارات و400 مليون دولار في شهر أغسطس الماضي.
ختام نشرتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إلى الزميلة دينا أبو الفتوح واستكمال البانوراما. شكرا لك الأمير داود، وما زلنا نتواصل مع حضراتكم، حيث اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بولندا بانتهاك الحدود البيلاروسية خلال الاشتباكات مع المهاجرين من خلال استخدام خراطيم المياه لاستهداف المهاجرين عبر الحدود المشتركة. وقال لوكاشينكو إنه يمنع توجيه سلاح نحو منطقة مجاورة، بينما أشار إلى بولندا حيث ضخت مياهها فيها مواد كيميائية سامة من خراطيم لمسافة 100 متر في عمق بيلاروسيا. وأضاف لوكاشينكو أن عناصر الأمن البولنديين تصرفوا تجاه المهاجرين مثل الفاشيين، زاعما أن بيلاروسيا لديها أدلة واثقة على أن بولندا استخدمت كيماويات في خراطيم المياه لتفريق الحشد. وفي العاصمة الجورجية تبليسي، قالت تقارير صحفية إن الرئيس الأسبق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي أنهى إضرابه عن الطعام الذي استمر 50 يوما بعد نقله إلى مستشفى عسكري. مطالبين بضرورة توفير ضمانات رعاية طبية مناسبة، نزل آلاف من أنصار الرئيس الجورجي الأسبق المسجون حاليا ميخائيل ساكاشفيلي إلى شوارع العاصمة تبليسي، وبعدما أعلن أطباء تعرض حياة ساكاشفيلي للخطر، مهدت الحكومة الجورجية لنقل الرئيس المضرب عن الطعام منذ 50 يوما إلى مستشفى عسكري. نقترح نقل الرئيس ساكاشفيلي إلى مستشفى عسكري يتبع وزارة الدفاع، وفي هذا المكان سوف يضمن تلقي رعاية صحية وأمنية كاملة على حد سواء. وبهذا القرار نحن لا ندافع فقط عن صحة وحياة ساكاشفيلي، ولكن هؤلاء المضروبين عن الطعام أيضا. وبدأ الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي إضرابه عن الطعام في الأول من أكتوبر الماضي، احتجاجا على توقيفه عند عودته بعد سنوات من المنفى، حيث رفضت السلطات الجورجية في البداية توصيات الأطباء بإدخاله مستشفى في منشأة مدنية، لكنها بدلت لهجتها لاحقا. وزير العدل أعلن أنه سوف يسلم الرئيس ساكاشفيلي إلى مستشفى عسكري. أعتقد أن الأطباء هم من يقررون المستشفى التي يجب أن يذهب إليها وليس أحد آخر. نحن أعلننا بوضوح أننا لن نقيم أي مسيرات بالقرب من المستشفى التي سوف ينقل إليها، ولكننا سوف نقاتل من أجل حريته وإجراء انتخابات برلمانية عادلة. ونقل ساكاشفيلي في 8 نوفمبر من سجنه إلى مستشفى السجن، وتدهورت صحته بسبب رفضه تناول الطعام. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال مجلس طبي شكله الوسيط الجورجي لحقوق الإنسان إن حالة ساكاشفيلي حرجة، وطلب نقله إلى وحدة العناية المركزة في مؤسسة مدنية مجهزة بشكل أفضل، لكن السلطات الجورجية لم تلبي هذا الطلب. وسجن ساكاشفيلي الذي كان رئيسا مواليا للغرب في البلد القوقازي من عام 2004 وحتى عام 2013، وبات الآن زعيم المعارضة مطلع أكتوبر عند عودته من المنفى بعد 8 أعوام بموجب حكم بتهمة إساءة استخدام السلطة فيما يعتبره قرارا سياسيا بحت. ما زلنا نتواصل مع حضراتكم، وفيها بعد الفاصل 30 قتيلا أو مفقودا على الأقل في فيضانات جنوب الهند. ومع هذا الخبر من هند، حيث لقي ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم، وتم الإبلاغ عن فقدان العشرات في ولاية أندرا براديش جنوب الهند بعد أيام من هطول الأمطار بغزارة. وقد حذر المسؤولون من أن أعداد الضحايا قد ترتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ، كما تم نشر فرق من القوى الوطنية للإغاثة من الكوارث في المناطق الأكثر أو الأشد تضررا والضعيفة، وأنقذت السلطات المحلية مئات الأسر ونقلتهم إلى أماكن الإيواء. فيضانات عارمة في 5 مناطق على الأقل من ولاية أندرا براديش جنوب الهند بعد أن تعرضت لسيول متواصلة على مدار 3 أيام أسفرت عن مصرع 17 شخصا على الأقل حسب ما قالت السلطات.
كان عدد القتلى قد ارتفع بعد مقتل 3 أشخاص في انهيار مبنى بحسب الشرطة، وتم إنقاذ 10 أشخاص حوصروا تحت الأنقاض، لكن لا يزال هناك 2 في عداد المفقودين، في حين لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم عندما جرفت الفيضانات الغزيرة الحافلة التي كانوا يستقلونه. وبينما تواصل جهود البحث والإنقاذ عن الركاب المفقودين، تم الإبلاغ عن وفيات من مختلف المناطق خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حذر المسؤولون من أن الأعداد قد ترتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ. وقد تم نشر فرق من القوة الوطنية للإغاثة من الكوارث في المناطق الأشد تضرر والضعيفة، وأنقذت السلطات المحلية مئات الأسر ونقلتهم إلى أماكن الإيواء، إلا أن منطقة كادابا وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً أجبرت الأمطار والفيضانات المتواصلة المسؤولين على إغلاق المطار المحلي بها، في حين أعلن مسؤولون أن التصدعات في السدود والخزانات تسببت في مزيد من الفيضانات، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات القرى ومحاصرة العديد من السكان في منازلهم. الخبراء حذروا من أن تغير المناخ أدى إلى تفاقم مشكلة غزارة الأمطار التي عادة ما تهطل على جنوب الهند في هذا الوقت من السنة، حيث ضربت فيضانات ولاية تاميل نادو المجاورة منذ أسبوع أسفرت عن مصرع ما يقرب من 30 شخصا، فضلا عن حدوث انهيارات أرضية. ودائما الختام عناوين الأخبار. رئيس الوزراء يفتتح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. موجة من الطقس غير المستقر والأمطار على معظم أنحاء الجمهورية. وزير الخارجية سامح شكري يشارك في أعمال الدورة 17 لقمة الأمن الإقليمي حول المنامة. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه البانوراما لهذه الساعة. على رأس الساعة القادمة موجز جديد، كنوا معنا وإلى اللقاء.